سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. هذا النهار خارجين، غادي نمشيو ان شاء الله ناكلوا عند الشينوا، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه الخريجه هذه، وفي نفس الوقت تشوفوا يعني الاثمنه اللي عندنا ديال الماكله. وكي قلت لكم في داك السياق ديال المعيشه في المانيا كي دايره، غادي تكون حتى هي يعني حتى الماكله داخله فيها، كل شيء داخل فيها. ودابا غادي نمشيو، حنا شادين الطريق، غير قريب علينا ماشي بعيد، لاننا ساكنه في واحد البلاصه فيها كلشي، زعما كلشي قريب، يعني ما بعدناش. هذا النهار غنمشيو غير واحد 5 دقائق بالطوموبيل ولا شي حاجه هكا، تقدروا تمشيو على رجليكم. وغادي نهبطوا عند الشينوي وغادي نشارك معكم كلشي تما بالاثمنه بكلشي. هانتوما معايا. البنات دابا وصلنا هنايا، كاين غندخلو الطوموبيل للكراج حيت هو ما عندوش الباركينغ هنايا. الكراج رخيص شي اردو باورو حتى من الساعه، واقيله 50 سنت ولا اورو. المهم هذا هو ارخص واحد هنايا. هنايا عندنا في هوكس اللي غايجيو لفرانكفورت وبغاو يجيو لهوكس، فهمتي، ويجيو لهاد الكراج. هاد الكراج كاين بالضبط في التسعه ديال هوكس فين كاين المغاربه، وواحد القنطره ديال اللي كيمشي على الاسبان. المهم كوليكشتاين شتغاس سميت هاد البلاصه، رخيص بلا ما تبقاو تدورو على باركينغ، حيت هاد ما كيكونش فيها لي بارك، كيكون كلشي عامر. هذا كتجيو له ديريكتومون وما كتخلصوش بزاف، يعني شحال ما جلستو ديال التقضيه. غالبا الناس كتجي هنايا غير باش تقدا ولا باش تاكل، حيت كاين ريستورات بزاف ديال الترك وديال المغاربه. مغاربة؟ لا مكاينش مغاربة ياك، كاين تشي تقري كاينة شي وحدة يمكن ولا، ولكن كاينين ترك بزاف، كاين الشينوا، كاين عراقيين كيديرو الدجاج وداكشي، وخلاص كاين تقلية. المهم حنا أنا في الكراج وكنهضر للطلا، يلاه حتى نخرجو هانتوما معايا. يلاه معايا هنا في الخضر. هنا فين خضر؟ 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 ياك عصامات؟ كاين واحد البوس هنايا كيديهم المطار، راه كاين تحت القنطرة كتبقى كدخلهم هاد البليصة، ولا جيتو من تحت هاكا غدخلهم من هنايا. وخير بزاف، سردو إشارة للبارك بابور، كان عندهم يخلصوني. الشينوي كاين غير هنايا. البنات زينا هنايا الماكلة، لأن هاد الشينوي مبقاوش ما دايرش لداخل. هو عنده ريستورا ولكن ما دايرش لداخل، ما عرفتش على الصراحه. هزينا الماكله ديالنا، انا اعتمد خلينا الشينوا، الصداع ديال الطوموبيلات. انا اعتمد خلينا الشينوا، جارنا والدراري غياخذوا الدجاج عند العراقي. انا غادي نوريكم ريستورات هي زوينه وعندها كلشي حلال، ودوك الوليدات اللي خدامين تما هما مزيانين ظريفين بزاف. واحد المره جيت شريت عنده وجمع لي الهامبورغات، وفي التالي قال لي تاخذي الدجاجه، قلت له اوكي، دار لي دجاجه فابور والله. اي لا، المهم بالنسبه للشينوا
صراحه كنا كناخذوها ب 4 اورو 50 شحال هذه ملي كنت جيت لالمان، دابا ولات ب 9 اورو. ومني كتزيدي داك ارنوزوسا ولا شي حاجه زوينه، ملي كتزيد ارنوزوسا كترجع ب 10 اورو. دابا خدينا انا الثمن تما ب 10 اورو الوحده، نورمال كنا كناخذوها ب 4 اورو 50، يعني تقريبا هي قولوا 45 درهم ودابا ولات 100 درهم. شوفوا على زياده، هذه من الزيادات اللي تزادت. المهم هنايا حنايا ماشيين غندخل، هذه الريستورا اللي قلت لكم حتى هي زوينه، نصورها لكم. هنايا دي حلال، دايرين الدجاج دايرين كلشي، صراحه زوينه. عندهم داكشي زوين، عندهم الدجاج اللاني ديالهم شيكون وينغ، عندهم داكشي صراحة زوين، والأثمنة مناسبة، نتوما شوفو الأثمنة. ريستورا الداخل زوين، هنا عندهم حتى لاتيغاس برا اللي بغات لاتيغاس. لا البرد دابا غنجلسو هنايا، حنايا دابا بينا شوية بزاف نجلسو هنايا. سميتها هيكس تغيل هادي ريستورون. هانتوما البنات شنو فيها نوريكم. انا خديت زعتها مدوقيله هي بالكروفيت، الروز بالخضره وبالبيض، وكتجي معاها هادي ارنون صوصا ولا لاصوص ديال ديال ماشي الفول ديال كاوكاو وهنا الحرور. المهم انا دابا حنا على جات زايده حيت فيها الكروفيت، ولكن حتى ديك المره خديتها غير سامبل كانت وقيله بشي 6 اورو ولا 7 اورو، حيتاش زادوا على 4 اورو 50، ولكن دابا انا عاد تفكرت راه فيها الكروفيت، هذاك الشيء علاش زايده شويه في الثانيه. هاي ديالي انا بلا كروفيت غير الخضر، نوريها لكم صراحه هادشي فنه لذيذه لذيذه لذيذه، هادشي كتحمق. هنا لاصوص، هذا وصابي نتاع الجمبري فيها. بابا بابا خليت صورة امير خدا هاد الهامبورغر مع الفريد، زيد حتى هو هامبورغر مع الفريد. وايفا خلاص رحنا كناكلو اللوز. خرجنا دابا من الماكله سالينا، نضربو واحد الدويره هنايا ونرجعو بحالتنا للدار. ساريكم معايا شويه هنايا، بغات وردة. تما فيه كلشي، كاين كيقول لكم مغاربة راه هو داكشي تروماكت، هو المغربي، هو المغربي اللي هنا عنده كلشي بزار كلشي. المهم هنايا صراحة كاين كلشي، كاين تيلي بوتيك المغاربة، كاين شحال مرة صورت لكم هاد البلايص. دورو هاكا من هنا يلا. كاين واحد الجريده يا بنتي، راه طلعوا الضرور، راه محمد طلعوا الضرور. من هاد الجهه كتمشيو للبانهوف حتى لهي اللي جاي من بلاصه وحده اخرى من غير جهتنا، كاين البانهوف اللي هي كيجيبك حتى لهنا، يعني كلشي كاين هنا، كلشي موجود، كلشي كاين. علاش مما قلبتو غادي تلقاوه. بنكا هنا كاينين وحدين هنا كيديروا الاكستنشن اللي بغى يلصق الشعر ولا شي حاجه، عند كاين وحدين هنايا كاين هذيك الكوافير عاوتاني كدير كلشي، كدير ميكاب، كدير الحجبان، كدير كلشي. انتما شوفوا الطواجنات، المغرب عنده الطواجنات، عندهم كلشي علاش ما قلبتش.
ايوا صالون كوزميتيك. قولي لي بلاصه راسك سيبيرات على الجهد كاينين هنايا سيبيرات شحال هادي ما سمعت كلمه سيبر كاينين سيبيرات الالمان مازال فيها السيبيرات غادي نوصلهم هما للطوبيس وغنرجعو حنايا للطوموبيل انتما اختي ساريتكم شويه حتى ليا كاين واحد المطعم تشينو حتى هو مزيون ما بيش هادو ما كلتهم حسن ولكن حتى هو ما بيح انتما نيت كاينين عاوتاني صافي يعني الاخر غيجي دابا شوفوا هنايا جلسنا تقريبا ساعتين ولا ساعه ونص اورو باش خلص يعني ساعتين غادي يكون 50 سنت للساعه ها هي 4:45 ساعة 4 تخلص فيها اور خدكم هذا الباركينغ راه رخيص بزاف بزاف رجعنا للباركينغ عاوتاني صافي دابا ماشي للطوموبيل باش نمشيو بحال هكا بالنسبه للماكله ما قلت لكم شحال خلصنا تما حيت كنا كنهضروا على الماكله شحال خلصتي الثمن ديال الهامبرغر شحال الموني انا صورت لكم على الموني 25 فيها الهامبرغات فيها كلشي كلشي فيها نص دجاجه والهامبرغات مزيانه قلت لكم هذاك عنده ثمن زويون زيد حل ثمن زويون يعني ما غاليش والشين وراه حيتاش خدينا الاخر فيه الكروفيت الكروفيت فيه الكروفيت داكشي علاش زادوا الثمن المهم البنات الفيديو هنايا سهلة ان شاء الله الى فيديو مقبل الى عندكم شي اقتراحات ولا شي اسئله ولا شي حاجه خليوها لي في التعليق ولا كتبوا لي في البريفي ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام غادي نخلي لكم هنا الانستغرام ديالي تما تقدروا تكتبوا لي كنجاوب ديما عليه صافي سالينا فيديو ديالنا و الاخر فيديو ديالنا اندرو امونغاس وباي باي ما قال لكم امير الفيديو تلينا وتسالى ان شاء الله الفيديو مقبل الا بغيتوا تعرفوا شي حاجه اخرى خليوا لي في اقتراحات كتبوا لي في الانستغرام غنخلي لكم هنا بحال ديما على مونشوب باي كريمه مرحبا بكم عندي في انستغرام وبطبيعه الحال اي حاجه كانت بغيتوا نصورها لكم ولا نهضر لكم عليها ما عندي حتى شي مشكل تبقاو على خير والى فيديو مقبل مع السلامه باي باي ابونا ولا مازال جداد وطبعا بزاف على المشاهده الى فيديو مقبل ان شاء الله